من رام الله ينضم إلينا مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل توفكجي. أستاذ خليل توفكجي حياك الله في قناة المملكة. يعني تسليم هذه الوثيقة العثمانية لأهالي حي الشيخ جراح، ربما الآن الأوراق الدلائل موجودة، البينية المعنوية والميدانية، فكيف يمكن لهذه الدلائل بتجذير موقف أهالي حي الشيخ جراح؟ حقيقة هي ليست وثيقة عثمانية، الوثيقة العثمانية أحضرناها في عام 2009، هي وثيقة من المحكمة الشرعية باعتبار أنه حتى عام 1859 كانت كل البيوعات، الشراء، الرهونات، الطلاق، الزواج لكل الديانات هي موجودة في المحاكم الشرعية حتى تشكيل دائرة الأراضي في تلك الفترة. حقيقة هذه الوثيقة تثبت لأن هذه الأرض هي أرض عربية، وطبعا يجب أن يتم ترجمتها أولا لأن هي ترجمتها من اللغة العربية للغة العبرية، ومن ثم فيما بعد تقديمها إلى المحاكم. القضية ليست قضية أنه هذه ملكية عربية، معروف أن هذه ملكية عربية، لكن الجانب الإسرائيلي هو يقول أن تم بقضية التقادم أنه منذ عام 1972 حتى عام 1990 لم تقدموا أشياء، وبالتالي اتخذت قضية التقادم بمعنى أنه لعدم الاعتراف فيه. أنا حقيقة برضو مرة أخرى للجميع أتكلم ليس في القضية قضية أملاك عربية أو أملاك يهودية، نحن نملك في القدس الغربية 13 حي عربي، فبالتالي هذه أملاكنا، لكن الجانب الإسرائيلي لا يعترف بها. القضية هي قضية سياسية بالدرجة الأولى باعتبار أن هذه الأرض بأن هذه المنطقة يجب أن تهود، يجب أن تؤسر لعدم إقامة دولة فلسطينية عاصمة القدس الشرقية. نعم، عندما نتحدث أستاذ خليل توفكجي عن ما حدث يعني قامت ولم تقعد في فلسطين، وكانت البداية من حي الشيخ جراح، انطلقت انتفاضة نصرة للقدس ولأهالي حي الشيخ جراح، هذه الوثائق التي تحدثت عنها، هذا الموقف الشعبي الموحد الفلسطيني، بما أنك تحدثت بأنه بعيدا عن المحكمة لأننا نعلم هناك قانون بند واحد ينسف كل ما هو للفلسطينيين وأهل فلسطين، الآن كيف يمكن أن يتحرك الشعب الفلسطيني في تجذير موقفه حتى في المحكمة لربما تسمع كلمته مع هذه الوثائق؟ القضية ليست قضية القاضي والحاكم، يعني القاضي هو الغريم بالدرجة الأولى، الحكومة الإسرائيلية الغريم، فبالتالي المحاكم، التشريعات، كل ما تقدمين الوثائق هي لا تعترف بها، لأنه هناك لديها برنامج في رأس هذه الحكومة. وليست الحكومة الحالية، هي برنامج وضع في عام 1973 كما ذكرت أكثر من مرة، عندما تم تشكيل لجنة في تلك الفترة بقيادة أرنون ديفلي، وهو كان محافظ بنك إسرائيل، أقلية عربية أغلبية يهودية، وبالتالي ما يجري الآن في داخل القدس هو قضية تطهير عرقي. الآن كيف عملية استغلال ما حدث في قضية الشيخ جراح هي نقلها إلى قضية رأي عام. ليست القضية قضية أملاك يهودية وأملاك عربية أو قضية أملاك غائبين، بل أن القضية هي عملية تطهير عرقي بدأ في عام 1967 عندما تم التطهير العرقي كاملة لحارة المغاربة في داخل البلدة القديمة، وتم تهجير سكانهم إلى الخارج، وأيضا فيما بعد عندما بدأ التطهير العرقي في يالو، أمواس، وبيت نوبة في منطقة ثلاث قرى تم تدمينهم وتهجير أهاليهم. القضية هنا قضية أن هذه القدس هي القلب والرأس للشعب الفلسطيني، أن هذه القدس جوهرة المدن. على هذا الأساس نحن يجب أن نعمل في قضية رأي عام. أما إذا عملتي في قضية الوثائق أنا بقول من الأول خلينا نحن خسرانين، لأنه بالنهاية القانون الإسرائيلي هو لخدمة الاستيطان وضمن برنامج واضح تماما. طب هناك أهالي حي الشيخ جراح لا زالوا صامدين أمام بيوتهم واقفين الآن، وأنت ومعلوم للجميع يعني المحكمة الإسرائيلية كما قلت القاضي والغريم هو في صف واحد، الآن ما الذي يمكن، ما السبيل الآن لتحويل هذه القضية لرأي عام يمكن أن يؤثر في الرباعية الدولية، في العالم، في الدول بالعموم؟ اولا في لدينا تجربه كبيره في هذا الموضوع، في عندما تحول الراي العام، تذكرين قبل فتره عن قضيه الخان الاحمر تم تجميد وليس الغاء،
ايضا عندنا قضيه في خربه طبالف اراضي الاستفاضه الطيبه، هناك تم تجميد هذا القرار لان جزء من هذه الاراضي تتبع للكنيسه اللوثريه التابعه لالمانيا. ايضا هنالك قضيه في عام 1995 عندما تم مصادره اراضي وتحولنا الى مجلس الامن واتخذ قرار لكن لم يلغى لكن تم تجميده. الان اذا تم تحويله الى راي عام الدولي سيكون هناك ضغوطات، سيتم تجديد هذه القرارات، وفي نفس الوقت هي عملية استمرارية بمعنى أننا لن نسكت على هذا الموضوع بل يجب أن نستمر لأنه الجانب الإسرائيلي يضرب بالون ثم يتراجع في لحظة ما كما حدث في قضية البوابات، كما حدث في باب الرحمة، كما حدث في باب العمود، لكن عندما يشاهد أن الرأي العام تغير يهجم مرة أخرى. وبالتالي نحن نقول أنه استمرارنا في قضية النضال في الرأي العام لطبح الجانب الإسرائيلي بقضية التطبيع العرقي هي سبب من أسباب ما يحدث الآن في داخل الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في داخل مدينة القدس. يعني هي مسألة نفس قوي وطويل ومستمر. مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية الأستاذ خليل توفكجي، شكرا جزيلا لك.